والسلام. الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. علي بالرجل. ما حملك على هذا؟ انتقاما لإخواني الذين قتلتهم في نهر وعلا، ولقد جحدت سيفي وسممته، وسأل الله أن أقتلك به. لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. لا تؤذوه، أطعموه واسقوه وأحسنوا إزاره. النفس بالنفس، إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت رأي فيه. يا بني عبد المطلب، لا ألفي أنكم تخوضون دماء المسلمين. تقولون قتل أمير المؤمنين، قتل أمير المؤمنين. ألا لا تقتلن النبي إلا قاتلي. انظر يا حسن، إن مت من ضربته هذا فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلى. وقال الطبيب أسير بعمر للمسلمين. ائتوني برئة شاة ذبحت لتوها. يا أمير المؤمنين، جاهد عهدك فإنك ميت. لا إله إلا الله. يا أمير المؤمنين، إن فقدناك واسأل الله أن لا يتم ذلك، أنبايع الحسن؟ ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر، لكني أترككم، فإن يريد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم، كما جمعنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيرنا. حسن، حسين، وصيتي لكما ألا تشركا بالله شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وسلم فلا تضيعا سنته. أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغيا الدنيا، وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق، واعملا للأجر، وارحما اليتيم، وأغيثا الملهوف، واصفيا للآخرة، وكنا للظالم خصما، وللمظلوم عونا. والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل فيه غيركم. يا محمد، يا بني، هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ نعم يا أبي. فأني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك، فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. وأنتما، أوصيكما به، فإنه ابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه.